ما هي آخر الأخبار الواردة من معارك الشمال؟ مساء النور نجمة. بداية أقول بأن آخر المعلومات التي وصلتنا أن هناك إعادة تجمع في أبناء حاشد ليس فقط من قبيلة العسيمات التي ينتمي إليها آل الأحمر مباشرة، وأيضا من قبائل بني صريم، وهي عبارة عن مجموعة من القبائل، أقول قبيلة حاشد تتكون مجموعة من القبائل عذر وبني صريم والعسيمات. أقول أن الفشل الذي حدث الليلة الماضية كان مع بني صريم، وهناك مخاطر من توسع الحوثيين. فالمعلومة حدوث اشتباكات بعد ظهر اليوم بين مسلحين حوثيين في حوث مدينة حوث وأيضا في الخمري، وبين مسلحين قبليين لا سيما في منطقة جبل عجمر وأيضا جبل رميض، هذان الجبلان اللذان يطلان من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية على حوث، خشية أن يعني محاصرة الحوثيين وعدم السماح لهم بالتوسع إلى الجنوب في منطقة قبيلة بني صريم. أيضا هناك اتصالات تجري مع الشيخ صادق الأحمر هنا في صنعاء، باعتبار أن ما جرى هو رسالة قوية لفئة لشيوخ القبائل في حاشد أولا وفي اليمن بشكل عام، خاصة أن الحوثيين ينظرون أو يعتبرون أن طبقة المشايخ أو فئة الشيوخ القبائل يمثلون قوة معيقة لمشروعهم، بالإضافة إلى السلفيين وإلى التجمع اليمني لإصلاح كما هو حزب إسلامي ذو جذور أو صلات مع تنظيم الإخوان المسلمين. فأقول أن هناك الآن بدأت تفرز في هذا المشهد يعني الصراع الأيديولوجي واضح من خلال ما يطرح بين الحوثيين. هناك تحالف مع الحوثيين من قبل الرئيس السابق لتصفية حسابات مع آل الأحمر باعتبارهم وقفوا ضده منذ بداية الاحتجاجات عام 2011، وأيضا ضد هنا استشهاد آخر بين قبائل آل الأحمر من لا تأكد حمود عفوا وقفك بهذه النقطة، تأكد أنه في تحالف بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين، هذه صارت متداولة بنطاق واسع المسألة؟ هذه التهم توجه إلى الحوثيين وتوجه إلى الرئيس صالح من خصومهم السياسيين والقبليين، باعتبار أن هناك حالة من التناغم في الإعلامي والسياسي سواء كان في إطار مؤتمر الحوار أو على الصعيد الميداني في بعض المناطق. هناك من يرى بأن معظم عناصر المؤتمر حزب المؤتمر الشعبي العام وقيادته في حاشد والذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح اظهروا تعاطفا وسلوكا حوثيا كبيرا، بل ان هناك يعني بعض انه حاشد الان تعرضت من قسم كبير، هناك جزء من حاشد يقاتل في صف الحوثيين وكانه يترجم حاله التحالف، لان هذه القبائل مواليه للرئيس صالح وكانه تترجم حاله التحالف بين الرئيس صالح وبين الحوثيين، وبينما الحوثيين يرون بان ما جرى في حاشد هو يعني صراع بين آل الاحمر وايضا ابناء حاشد من قبائل اخرى، وهم فقط قدموا الدعم والرعايه في هذا الجانب. لاول مره اعترف المتحدث باسم جماعه حوثي محمد عبد السلام في موقعه على صفحته على فيسبوك بسقوط حوث وسقوط الخمري، واعتبر ان هذا انتصارا لهم، فبالتالي بس يعني تبدو الان بين طرفين او تيارين رئيسيين. بهذا المعنى حمود الآن نحن أمام حلف يعني متعدد الأطراف، إذا كان الحوثيين ومعهم جزء من قبائل الأحمر وجزء من حاشد أيضا، يعني من ضمن قبائل. نعم هذا المشهد ترجمته المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية في منطقة وادي خيوان ووادي دنان، أيضا الأجزاء الشمالية من منطقة حوث، حتى تمكنوا من الوصول والدخول إلى حوث. كان المغزى هو يعني توجيه رسالة لحاشد وأيضا لأبناء الأحمر تحديدا ومن خلالهم إلى حلفائهم السياسيين والإيديولوجيين، بأن الحوثيين قادمين مع حلفائهم وأن مشروع الطرف الآخر يعني مآله السقوط. هذه رسالة أيضا، خاصة وأن الحوثيين كانت قد فتحوا أو فتحت معهم معارك في أكثر من جبهة في صعدة وفي حجة وفي الجوف، وهنا أيضا في أرحب في محافظة صنعاء شمال صنعاء على بعد تقريبا 35 كيلومتر بالقرب من مطار صنعاء. الرئاسة اليمنية سعت من خلال الجان وساطة لإطفاء كل هذه الحرائق والجبهات خلال الأسابيع الماضية قبيل اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني، لكن جبهة حاشد ظلت مستعرة وازدادت حدة حتى وصلت إلى النتيجة التي أذهلت كثير من الأوساط، ربما البعض ارتاح بأن من المراقبين لأن هذا العملية تستهدف
آل الأحمر باعتبار أن ينظروا إليهم قوى اليسار بالذات هذه طيب. رمز من رموز الاستبداد في اليمن، لكن أوكي. محمود أيضا من طرف آخر نعم. يعني أنا بشكرك على كل هذه الخلفية اللي راح نناقشها بشكل مفصل أكثر، ونعود إليك مع كل تطور. شكرا جزيلا لك حمود منصر، مراسل العربية من صنعاء إلى خصوص